السلام عليكم، أهلا بيكم أبناء الطلبة في حلقة جديدة من دروس مادة الأحياء. نفتكر مع بعض كده اللي احنا خدناه في الحلقات السابقة. الحلقة السابقة كنا بنتكلم على التنسيق الهرموني، وعرفنا ان التنسيق الهرموني عملية تنظيمية ما بين الهرمونات اللي موجودة في الجسم كله، وعرفنا كمان ان كل هرمون له وظيفة، ولكن وظيفته تتعلق بوظائف الهرمونات الاخرى. وعرفنا ان الهرمون ده مادة بروتينية كيميائية تفرز من الغدد الصماء وتصب في الدم مباشرة وتؤثر في مكان اخر غير مكان الافراز. وعرفنا كمان ان الغدد الصماء منتشرة على طول الجسم كله، وانا علمتك عزيز الطالب اين تقع هذه الغدد، وقلت لك نقف قدام المراية ونبص لنفسنا ونبدأ من عند منطقة الرأس ونقول هنا الغدة النخامية، ثم القصبة الهوائية ونقول هنا الغدد الدرقية وجنبها الغدد الجار درقية، ثم الغدة التيموسية، ثم الغدة البنكرياسية، طب وبعدين غدد كظرية، غدد تناسلية، غدد القناة الهضمية. وصلنا لوظائف هذه الغدد عند الغدة الجار درقية اللي احنا هنبدأ من عندها درس النهاردة. يبقى الغدة الجار درقية مش غدة واحدة، دي أربع فصوص، فصين موجودين على كل جانب من القصبة الهوائية. طب ليه قلنا جار درقية؟ لأنهم مجاورين للغدة الدرقية. طيب الغدد دي بتشتغل ايه؟ الغدد دي وظيفتها انها تفرز هرمون اسمه هرمون الباراثيرمون، وهرمون الباراثيرمون ده بينظم نسبة الكالسيوم في الدم. يجي طالب ويقول لي الكالسيوم، طب الكالسيوم ده بيعمل ايه؟ الكالسيوم ده بيقوي العظم، يعني وجوده بنسبة ثابتة يبقى العظام من حيث الصلابة عظام طبيعي. طيب افرض زاد نسبة الافراز، يبقى في الحالة دي هيزداد نسبة الكالسيوم في الدم وليس ترصيبه على العظم، فيصاب الانسان بلين العظام، بأسفة بهشاشة العظم. طب افرض ان الهرمون ده قل، تبقى تقل نسبة الكالسيوم في الدم، طب وبعدين يصاب الانسان بلين العظام، وهذا الهرمون له علاقة بهرمون الكالسيتونين. المفرز منين؟ المفرز من الغدة نهين الدرقية، المفرز من الغدة الدرقية. طيب الغدة اللي بعد كده اسمها الغدة الكظرية، والغدة الكظرية مش غدة واحدة، دول اتنين، وكل غدة موجودة فوق الكلية. الغدة الكظرية بتتكون من جزئين، جزء خارجي يسمى القشرة، وجزء آخر داخلي يسمى النخاع. القشرة وتفرز مجموعة من الهرمونات، أول حاجة مجموعة الهرمونات السكرية اللي هي إيه؟ اللي هي الكورتيزون والكورتيكستيرون، ودي وظيفتها تنظيم أيض الكربوهيدرات. وهنا عزيزي الطالب عايزك تقف شوية وتفكر، أيض الكربوهيدرات يعني تحويل الكربوهيدرات إلى سكريات، يعني معنى كده إن احنا دخلنا كمان في وظيفة مشتركة مع وظيفة البنكرياس زي ما هناخد بعد كده. طب المجموعة التانية مجموعة الهرمونات المعدنية اللي هي ايه؟ اللي هي مثال لها هرمون الالدستيرون، والهرمون ده بيساعد على توازن المعادن بالجسم، وبيساعد على إعادة امتصاص الأملاح زي الصوديوم، وبيساعد على التخلص من البوتاسيوم الزائد في الكليتين.
هتقولي ليه الصوديوم؟ أقولك الصوديوم ده على إنه موجود على الغشاء الخارجي للألياف العصبية والألياف العضلية، وبيساعد على توازن السيال العصبي. طيب المجموعة الثالثة مجموعة الهرمونات الجنسية. ومجموعة الهرمونات الجنسية اللي هي زي إيه؟ زي التستوستيرون، وده هرمون ذكري، وزي الاستروجين، وزي البروجسترون، وكلها هرمونات بتساعد على ظهور صفات الذكورة الثانوية أو الأنوثة الثانوية. طيب لو حصل خلل في توازن الهرمونات دي، إيه اللي يحصل؟ تلاقي الذكر ظهر عليه أعراض أنوثة ثانوية، وتلاقي الأنثى ظهرت عليها أعراض ذكورة ثانوية. والهرمونات دي هتاخدها بالتفصيل إن شاء الله في التكاثر في الإنسان. طب هرمون النخاع، ما احنا قلنا بقى الغدة الكظرية عبارة عن منطقتين، منطقة القشرة ومنطقة النخاع. منطقة القشرة وقلنا فيها مجموعات من الهرمونات اللي هي ايه تاني؟ اللي هي الهرمونات السكرية والهرمونات المعدنية والهرمونات الجنسية. منطقة النخاع دي منطقة مهمة جدا جدا لحياتك. ليه؟ ليه مهمة لحياتك؟ لأنها بتشتغل لحظة الانفعال. يعني أنت عايز تتخانق بقى، تتخانق مع مين؟ مع الأستاذ بتاعك مثلا، تتخانق مع صاحبك، مع زميلك، يبقى في الحالة دي على طول بتطلع الغدة الكظرية منطقة النخاع منها، وتفرز هرمون اسمه الأدرينالين، ومعاه هرمون كمان اسمه النور أدرينالين. والاتنين بيعملوا ايه؟ الاتنين دول بيساعدوا على ارتفاع نسبة السكر في الدم. ارتفاع نسبة السكر في الدم ازاي؟ العضلات بتاعتك مليانة مادة سكرية معقدة اللي هي الجلايكوجين، لما بيتفرز هرمون الأدرينالين لحظة الغضب أو هرمون النور أدرينالين، ده بيحفز الكبد على ان يفرز جلايكوجين، يدخل هرمون تاني اسمه الجلوكاجون، يروح محلل الجلايكوجين الى سكر احادي اللي هو سكر الجلوكوز، يقوم يزداد نسبة سكر الجلوكوز في الدم. ده امتى؟ على طول الوقت. يعني انا لما اقولك تزداد نسبة السكر في الدم في حالات، قولي ايه الحالات دي؟ تقولي ايه؟ تقولي بيزداد نسبة السكر في الدم لحظة الغضب. طب ماشي، طب حاجة كمان، طب بيزداد نسبة السكر في الدم لو الغدة الدرقية قل إفراز البار السيروكسين بتاعها، لأنه بيساعد على أيض الإيه؟ الكربوهيدرات، قل أو زاد. طب بيزداد نسبة السكر في الدم أو تقل إمتى؟ في حالة إفراز منطقة القشرة من الغدة الكظرية لهرمون الكورتيزون والكورتيكوستيرون. طيب يبقى أنا لما عندي بيزداد الأدرينالين، إيه اللي يحصل؟ ألاقي القلب طخ 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 عمال يدق. طب بيدق بسرعة ليه؟ بخبط بسرعة ليه كده؟ لأن في سرعة وقوة في الانقباض والانبساط، يقوم يزداد دفع الدم، تقوم يزداد معدل التنفس، يقوم يزداد معدل الإيه؟ العرق. ما هو تنسيق هرموني بقى، ما هو تنسيق ايه؟ هرموني. يعني معنى كده ان لازم تكون كل الاجهزة لها علاقة ببعضها البعض من ناحية الوظيفية. تاني عزيز الطالب، ولا وصلت لنا المعلومة؟ يبقى احنا كده عرفنا غدتين، اللي هما مين؟ اللي هما غدة جار درقية والغدة الكظرية. طب الغدة الخامسة، الغدة البنكرياسية، ودي بقى مشكلة نص العالم في الغدة البنكرياسية. الغدة البنكرياسية دي طبعا دي غدة على شكل ورقة موجودة في تجويف البطن، بتبقى أسفل المعدة. الغدة دي بتعمل ايه؟ الغدة دي بتفرز حاجتين، لأن فيها نوعين من الخلايا.
لو قلت الأول الخلايا اللي عدت علينا في السنين اللي فاتت يبقى اسمها خلايا حويصلية، والخلايا الحويصلية دي بتفرز العصارة البنكرياسية اللي داخلة بقى في القناة البنكرياسية في عملية الهضم. وسعادتك بقى إيه درستها في سنة تانية وعرفت أثر العصارة البنكرياسية على عملية الهضم وأنواع الإنزيمات اللي هي بتدخل في تركيبها. طب بتفرز إيه كمان؟ بتفرز هرمونات منين؟ من خلايا اسمها ألفا وبيتا، والخلايا دي موجودة على شكل جزر في البنكرياس. الجزر دي اسمها جزر لانجر هانز، جزر لانجر هانز. الجزر دي فيها نوعين من الخلايا، خلايا ألفا، وخلايا ألفا دي بتفرز الجلوكاجون اللي احنا اتكلمنا عليه دلوقتي. طب والنوع التاني خلايا بيتا، ودي بتفرز الأنسولين اللي هو بينظم نسبة السكر في الدم. أنهي سكر يا أستاذة؟ حضرتك اللي بتسأل. سكر نهون، واحنا عندنا كام سكر؟ عندنا سكر فركتوز، وعندنا سكر جلوكوز، وسكر الجلوكوز هو اللي بيتأثر بالأنسولين. طيب هل بنحتاج كميات كبيرة من الأنسولين؟ طبيعية لا، احنا بنحتاج كميات بسيطة، واحنا خدنا المعلومة دي في اول التنسيق الهرموني وقلنا ان احنا بنحتاج الى نسبة ضئيلة جدا من الهرمون اللي هي بتعمل عملية تنظيم وتنسيق للوظائف الحيوية. امال الانسولين ده بيشتغل ايه؟ يحفز، وبقولها كمان مرة، يحفز دخول السكر الأحادي اللي هو الجلوكوز إلى داخل الخلية. لما الخلية تستسيغه تقوم تحوله لإيه؟ تحوله إلى دهون، أو تحوله إلى سكر معقد، أو تخزنه في حتة في الجسم. طب زيادة الأنسولين يبقى زيادة من إيه؟ من عملية الاستساغة. طب نقص الأنسولين يبقى بتظهر مرض اسمه البول السكري، والبول السكري احنا عارفين اللي هو بقى العطش والتعدد البولي أثناء الايه الليل أكتر، مش كده؟ ده اسمه، وطبعا له أعراضه وله مضاعفاته، وده ما يسمى بمرض السكر. آخر حاجة عندي اللي هي غدد القناة الهضمية، ودي مجموعة من الهرمونات بتتفرز من هذه الغدد، مثال لها الجاسترين، وده يفرز من المعدة، والسكرتين والكولتو صينين، وده بيتفرز من البنكرياس، والاتنين بيساعدوا على اتمام البنكرياس او حس البنكرياس على افراز العصارة البنكرياسية. عزيزي الطالب، انظر بعقلك برؤيتك اللي انت خدته، هتلاقيك خدت كل الوظائف الحيوية تقريبا اللي بتقوم بها الهرمونات في الجسم. وإلى لقاء آخر مع الأستاذة غادة عرفة ومهندس الصوت الجميل الأستاذ محمد عبد الرحمن.